السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد ديال التقويم والدعم والتوليف. اذن الجزء الثالث بالنسبه للمستوى الخامس. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غنخدموا التمارين اللي عندنا في الصفحه 58 و59. اذا عندنا في التمرين الاول الاحظوا البطاقه ثم انجزوا العمليات المقترحه دون وضعها. اذا شنو عندي؟ 23.7 مضروبه في 4.7 كتساوي ليا 113.76. شوفوا معايا مزيان، عندنا رقم واحد هنا ورقم واحد هنايا، إذن عندي جوج الأرقام من ورا الفاصلة راه هما هادو. كيف ما كنا شفنا في الدروس، قلنا دائما عدد ديال الأرقام اللي عندي من ورا الفاصلة هو اللي كنخلي في داكشي اللي كيخرج ليا فاش كنجز العملية. إذن هنا عندي 2.37 مضروبة في 4.8 راه نفس العدد اللي عندي هنايا. إذن غنكتب نفس الخارج اللي حصلنا عليه اللي هو 113.76. دابا يكفي أني نشوف الفاصلة فين غنحطها، وهذا الشيء غنديرو من بعد ما نحسب عدد الارقام من ورا الفاصله. اذا هنا عندي واحد، هنا جوج، ثلاثة، اذا عندي ثلاثه الارقام ورا الفاصله، واحد جوج ثلاثة، هنا فين غنحط الفاصله؟ بالنسبه للعدد الاخر اذا ما عنديش هنا الفاصله، اذا حتى داكشي اللي غيخرج ليا ما غنحطش فيه الفاصله. اذا 11376. هنا عاود ثاني نجي ندير 11376 ونشوف الفاصله فين عندي، شحال من رقم عندي. عندي واحد جوج ثلاثة، ثلاثة الأرقام، واحد جوج ثلاثة، هنا فين غنبلاصي الفاصلة. يعني بالنسبة لهاد التمرين راه ساهل ماهل، مفيش شي حاجة صعيبة. كنشوف غير عدد الأرقام من ورا الفاصلة، هنا ما عنديش، هنا عندي واحد جوج، جوج الأرقام، هنا فين غتكون عندي الفاصلة 113.76. هنا أيضا غنحط نفس الخارج، علاش؟ حيت عندي نفس الأرقام هنايا. يعني عندي واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، إذا نحط الفاصلة هنا تولي عندي 1.1376. هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة الأرقام، إذا نكتب بعدا العدد، إذا عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، إذا هنا غتولي عندي 0.، يعني شفت الفاصلة هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. نشوفو التمرين رقم اثنان، أحسب مساحة الأشكال التالية. يعني عندي في الشكل الأول مستطيل، قلنا القاعدة ديال المستطيل هي الطول في العرض، يعني عندي الطول هو 4 وعندي العرض هو 3، يعني 4 في 3 كتعطيني 12 الوحدة متر مربع. هنا المعين، يعني عندي القطر الكبير والقطر الصغير ونقسم على جوج، اتفقنا؟ إذا نجيو نخدمو هنايا القاعدة S تتساوي القطر الكبير في القطر الصغير قسمه 2، نشوف شحال كتساوي. اذا القطر الكبير عندي فيه 4، القطر الصغير عندي فيه 3، ونقسم على جوج، اذا هي 4 في 3 هي 12، ونقسمها على جوج هي 6. مزيان. اذا هنا غندير نفس القاعده، اذا 4 في 3 وندير واحد الكسر هنا قسمه 2 كتعطيني 6 متر مربع. جي الشكل الاخير ولا الشكل الاول ديال ما مرضيش البال الترتيب، ديال عندي هذا واحد جوج وهذا ثلاثة، ولكن ماشي مشكل، نطبق القاعده هو اللي مهم. اذا بالنسبه للمربع كنديروا الضلع في الضلع، اي سي في سي، هنا الضلع كيساوي لي 4، اذا 4 في 4 هي 16 متر مربع. هذا فيما يخص التمارين اللي عندنا في الصفحه 58. دوزو نشوفوا دابا التمرين رقم 3 اللي عندنا في الصفحه 59. إذن عندنا استخدم الجداء التالي لحساب ما يلي. إذن عندنا نفس القاعدة اللي كنا شفنا في التمرين الأول، إذن عندي هاد العدد 167 ضربة في 34 كيعطيني 5678. نفس القضية غنبقى نحصل عليها هنايا، حيت عندي نفس الرقم غير هو عندي الفاصلة. إذن هنا عندي 5678 وغنشوف بلاصة الفاصلة فين غنحطها. هنا ما عنديش الفاصلة، هنا عندي، إذن واحد جوج رقمين وراء الفاصلة ها هي. نشوفو تاني العملية الموالية، إذن 5678 رقم واحد من ورا الفاصلة، إذن هنا فين غتكون عندي الفاصلة. نتمنى أنكم استوعبتوا هاد القضية ديال الوضع ديال الفاصلة، إذن هي طريقة سهلة جدا. هنا عندي رقم واحد كنجي كنحسب من هنايا، إذن عندي واحد نخليه من ورا الفاصلة. بالنسبة لهنا عندي 5678، هنا عندي جوج الأرقام من ورا الفاصلة، كنجي كنحسب جوج الأرقام واحد جوج وكنحط الفاصلة. كنحسب دائما من جهة اليمين، من هنا من الرقم الأخر كنبدا الحساب. عندي هنا أيضا 5678، عندي واحد جوج ثلاثة،
شوف رد معايا البال، كنبدا من جهة اليمين يعني من 8، من رقم الوحدات 1 2 3 وكنحط الفاصلة. هنا نفس الرقم 5678، عندي هنا 1 2 رقمين 1 2 على الفاصلة ديالها 5678، عندي 1 2 3 4 5 6 7، 7 الأرقام من ورا الفاصلة. ديال هذا غنمسحو نعاودو هنا باش يبقى لي لي سباس، يعني ما خليش انا بلاصة هنا. عندي 1 2 3 4 5 6 7، انا شوف دابا الفاصلة فين غنحطها، 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7. اذا الفاصلة تكون عندي هنا، يعني كانت عندي هنا ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5 ها 6 ها 7، اذا هنا فين غتحط الفاصلة، هي 0.00005678. بور ليكزارسيس 4 جو كومبليت. اذا كنا شفنا كيفاش كنحول الفاصله فاش كنضرب في 10 او لا في 100 او لا في 1000 او لا العكس، او لا فاش كندير القسمه. نفكركم في القاعده، فاش كتكون عندي على سبيل المثال 0.12 مضروبه في 10، ملي كندير الضرب هادشي كيعني ان الفاصله غنزيد بها نحو غنزيد بالفاصله نحو اليمين بمرتبه واحده حين ضربت في 10، لان هنا غتولي عندي 1.2 الا ضربت في 10. الا ضربت في 100 مرتبتين غتولي عندي 12، ضربت في 1000 غتولي عندي 120. هذا فيما يخص الا درت الضرب، لكن الا درت القسمه فالعكس. كان عندي القسمه على سبيل المثال ناخذ 175 قسمه 100، ملي كندير 175 قسمه 100 كيعني اني غنخلي شحال من رقم، جوج الارقام من ورا الفاصله، غتولي عندي 1.75. هادشي ملي كنقسم على 100 ولا 10 ولا 1000، اتفقنا؟ هادي حاله. كاين عاود تاني 0.1 مضروبه في 13، ملي كنقول 0.1 مضروبه في 13 كيعني ان الفاصله غنزيد بها لهاد الجهه بمرتبه وحده، يعني غنخلي رقم 1 من ورا الفاصله اللي هو تولي عندي 1.3. ناخذ مثال ديال 1000، عندي 0.001 مضروبه في 13 نيت باش ما تلفوش. كنجي كنكتب ديك 13 حين 13 في 1 هي 13، شحال من رقم قال لي خلي مورا الفاصله 1 2 3، كان 1 2 خاصني الثالث اللي هو هذا عاد ندير الفاصله، هي 0.013، اتفقنا؟ اذا ملي كنضرب في 0.1 او لا 0.01 او لا 0.001 كنزيد بالفاصله نحو اليسار على حساب شحال مرتبة عندي، على حساب شحال رقم عندي من ورا الفاصلة. إلا كان الضرب راه العكس، اتفقنا؟ يعني إلا كنت كنضرب في 10 أو لا 100 أو لا 1000، وقلنا عاود تاني إلا كانت عندي القسمة فاش كنضرب أو لا فاش كناخد بحال المثال اللي عندي هنا 175 قسمة 100، قلنا كنرجعو بالفاصلة لهاد الجي، عدد الارقام اللي عندي كنرجع بها لهاد الجي بالفاصله، بحال هنا 100 يعني رقمين، غنرجع رقمين لهاد الجي. الا قسمت على 10 غنرجع برقم لهاد الجي، الا قسمت على 1000 ثلاثه الارقام نحو اليسار، اذا العكس ديال الضرب. هنا تاني غتكون العكس ديال هادي، الا خديت على سبيل المثال نشوف شي رقم، الا خديت 15 نقسمها على 0.1 يعني راه كنزيد برقم لهاد الجي، قلنا 15 نقسمها على 0.1، اش كتعني؟ يعني غنزيد بالفاصله لهاد الجهه ولا عندي 150، هذه في الحاله ديالي الا قسمت 15 على 0.1، وهكذا. لان من بعد ما تفكرنا القاعده نرجعو نشوف التمرين ديالنا اش كيقول. يعني عندي هنايا 98.753 مضروبه في 10، اذا مضروب في 10 غنزيد برقم لهاد الجهه، يعني تولي عندي 987.53، هاد الفاصلة حولتها لهاد الجي حيت مضروب في 10، هنا مقسوم على 10، الفاصلة غترجع عندي في العكس، عطينا هنا غتولي عندي 9.8753، اتفقنا؟ نشوفو تاني هنا، عندنا 0.345 مضروبة في 10، يعني هنا ملي نضرب عندي في 10، غادي نرجع الفاصلة نحو اليمين بمرتبة واحدة، تولي عندي 3.45، مزيان. هنا تاني قسمة 10، الفاصلة غنرجع بها لهاد الجهة بمرتبة واحدة، حيت عندي في قسمة 10، تولي عندي 0.0345، 98.753 مضروبة في 100،
شحال مسافر عندي هنا جوج الاصفار، اذا غنزيد بالفاصله مرتبتين، اذا تولي عندي هنا واحد جوج، تولي عندي 9875.3. قسمه 100 نكتب بعد العدد باش نفهمو، نعاود نشرحو هاد القضيه هنا في العمليه الاخيره. قلنا ملي كنقسم على 100 كنزيد بالفاصله نحو اليسار على حسب عدد يعني الرتبه اللي عندي، عدد الاصفار هنا ضربت في 100 اذا نرجع بها جوج للرتب نحو اليسار. يعني عندي هنايا كانت عندي هنايا في الزيرو، هنا فين كانت الفاصله غنجيبها هنا واحد، نجيبها هنا هي جوج، هنا غتولي عندي 0.98753. هنا عندي 0.345 مضروبه في 100، اذا غنزيد بالفاصله رقمين نحو اليمين، اذا عندي واحد جوج تولي عندي 34.5. 0.345 قسمة 100، إذا غنرجع تاني في العكس، الضرب كنمشي هكا، العكس كنمشي في القسمة كنمشي في العكس ديالها، لأن غتولي عندي 0، إذا مرتبتين، إذا ها المرتبة الأولى، المرتبة التانية غتولي عندي 0.00345، أنا نتأكد منها، كانت عندي الفاصلة هنا، جبتها هنا المرتبة الأولى، وجبتها هنا المرتبة التانية، إذا صحيحة، 98.753. غنضربها في 1000، إذا نكتب بعد العدد 98.753، كانت عندي الفاصلة هنا، غنحولها شحال مرتبة 3، إذا نجيبها هنا 1، 2، 3، إذا تولي عندي 98.753. 98.753 قسمة 1000، إذا في هذه الحالة غادي نرجع تاني نحو اليسار بكم من مرتبة 3 مراتب، إذا عندي 98.753، كانت عندي هنايا غنحسبها 1، 2، 3، إذا بحال قلتي غتولي عندي 0.098753، 0.345 مضروبة في 1000، غنزيد بشحال من مرتبة 3 المراتب، إذا كانت عندي هنايا 1، 2، 3، يعني تولي عندي 345. هنا غنقسم على 1000، غنرجع 3 المراتب، يعني تولي إذا عندي 345، 0 كانت عندي هنايا، نحولها لهنا هي 2، 1 كانت عندي هنا 1، 2، 3، هنا فين غتولي عندي الفاصلة، كانت هنايا 1، 2، 3، إذا تولي عندي 0.0000345. إذا بالنسبة لهذا راه ساهل، غير خاصك تركز واحد الشوية. ندوزو للتمرين الثاني ولا رقم 5، أحيط القطعة المستقيمة المناسبة في كل سطر، القطر الكبير هو أبي أسي أدي، هذا عندي القطر الصغير وهذا هو القطر الكبير، إذا هو أسي مزيان، الضلع هو أسي بي دي أبي، إذا الضلع هو هادو اللي تيكونو في الجناب هما الأضلاع، إذا الضلع هو أبي، القطر الصغير، إذا القطر الصغير راه باين قلنا هو بي دي أولا دي بي نفس الشكل. تمرين رقم 6، أحدد بعلامة في ما تشير إليه القطعة أش، القطر إذا لا ماشي هو الضلع لا وإنما الارتفاع، مزيان. شوفوا التمرين رقم 7، أحدد بعلامة في العملية التي تشير إلى محيط المعين، يعني عندنا المعين عنده ربعة الأضلاع بحال، إذا بغيت الموحد قلنا كنجمع الأضلاع، ما كنديرش 9+9 صافي وكنحبس، مازال كون درنا 9+9 مضربة في جوج صحيحة، اتفقنا، ولكن هذه إذا ما صحيحاش، عندي هما اش دارو هنا 12×8، 12×8 قسمة جوج، إذا هذه المساحة، إذا المحيط هو 9+9+9+9. أو لا باختصار 9×4 اللي هي هذه، اتفقنا، وعندي 9×4 كتعطيني 36، الوحدة عندي سنتيمتر، إذا سنتيمتر، مفهوم؟ شوف التمرين رقم 8، أحدد بعلامة في العملية التي تشير إلى مساحة الشكل، العملية اللي كتعطيني مساحة الشكل، 8+6 لا، 8×6 لا، 8×6 قسمة 2 صحيحة. يعني هذه هي اللي صحيحه، علاش؟ حيت عندي هنا مثلث كنديروا لا باز في الارتفاع قسمه 2، وعندنا دابا 8×6 كتعطينا 48، 48 لو قسمنا على 2 تعطينا 24 سنتيمتر مربع.
التمرين رقم 9 في الصفحة 59 قال لك سيدي جو كالكول لاغ دان ريكتانجل كي ابور ميزور ال ايت ايغال ا 3,5 سنتيمتر اي ال لو بتي ال ايت ايغال ا 1,5 سنتيمتر يعني عندي هنا لونغور عندي لارجور دونك بالنسبة لاغ ايت ايغال ال فوا ال دونك لو كروند ال او بيان لونغور ايت ايغال ا 3,5 fois 1,5 et je fais l'opération ici on a 3,5 fois 1,5 5 fois 5 c'est 25 je crée 5 et je conserve 2 5 fois 3 15 plus 2 17 1 fois 5 5 1 fois 3 3 et je fais la somme donc on a 5 plus 0 c'est 5 7 plus 5, c'est 12. Et j'ai 3 plus 1, c'est 4. Plus 1, c'est 5. On a deux chiffres après la virgule. 1, 2, voilà. Il y a 5,25 centimètres ou bien mètres. On a ici centimètres et ici mètres. Et attends, on a 1,5 mètre, 3,5 mètres ici. Ils ont dit 3,5 centimètres et 1, centimètres. Donc, on a 5,25. Centimètres. حيد هذه ونديرها سنتيمتر حيت عطاوني في المعطيات سنتيمتر يعني 5.25 سنتيمتر مربع يساوي 1 سنتيمتر ولا المتر لي يعني خصني ندير منها بالي هي انهم يعطوني هذه بالمتر وهذه بالسنتيمتر او هذه العكس هذه بالسنتيمتر وهذه بالمتر يعني كيكونوا مخالفين خصني نحول هو الاول عاد باش نحسب لكن هاد لوكا ما عندناش هنا عطاونا بجوجهم بالسنتيمتر وهنا بجوجهم بالمتر درنا غير غلطوا في الطباعه وصافي تمرين رقم 10 أنشأت آية معينة مساحته 9.625 سنتيمتر مربع غير أنها نسيت كتابة قياس طول القطر الأصغر أحاول مساعدتها على تحديد قياس طوله إذن أول حاجة كخصني ندير هنا هي أن نكتب القاعدة إذن S كتساوي ليا القطر الكبير في القطر الصغير قسمة 2 مزيان نجي نخدمها معكم هنا دابا غنعوض S قلنا كتساوي دي كبيرة في دي صغيرة على 2 مزيان هاد اس شحال عندي فيها عندي 9.625 تتساوي ليا دي كبيرة عندي هي 5.5 مزيان 5.5 في دي صغيرة قسمة 2 مازال انا علاش كنقلب كنقلب على هادي اشنو غندير دروك هادي غندوزها هنا الا بغيت ندوزها كتولي عندي ضرب حيت كانت في القسمة غتولي ضرب تولي عندي 625 ضرب 2 تساوي 5.5 في دي بحكم ان هذه ضرب غترجع ليا قسمه يعني غتولي عندي 9.625 نضربها في جوج غنقسمها اذا هذه غتهبط لتحت غنقسمها على 5.5 ونضرب في دي اولا عذرا اذا هذه هي اللي غتساوي ليا دي اتفقنا اذا هكا غتكون عندي العملية إذا نجي هنا نعوض مباشرة 9.625 مضروبة في 2 قسمة 5.5 تساوي دي إذا دي صغيرة كتساوي ليا إذا نحاولو نديرو يعني الكالكول 9.625 ضرب 2 في 5 10 2 في 2 4 زائد 1 5 2 في 6 12 2 في 9 تعطيني 18 زائد 1 19 لأن تولي عندي 19.250 نقسمها على 5.5 قسمة 5.5 إذا غتولي عندي 55 هنا وهذه غنضرب في 10 غتولي عندي الفاصلة هنا 192.50 قسمة 55 إذا مزيان غناخد هذه كاملة وهنا غادي ناخذ سيدي 55 شحال فيها الا خديت 3 55 في 3 3 في 5 15 3 في 5 15 زائد 1 16 اذا تعطي 165
عم ناخذ 55 نضربها في 4. 4 في 5 هي 20، صفر احتفظ بجوج، 4 في 5 20 زائد 22 دال بزاف. دابا ناخذ هنا 3، 3 عطاتني 165. 2 ناقص 5 لا يمكن، السالف 10 من 9 وهنا تصبح 8. 12 ناقص 5 عندي 10 ناقص 5 يعطيني 5 زائد 2 هي 7. هنا 8 ناقص 6 تولي عندي 2، 1 ناقص 1 صفر. انزل، لكن قبل ان انزل 5 سأحول الفاصلة هنا، نقوم بانزال 5. 275 كم لدينا فيها من 55، فيها 5، عندي 5 في 5 25، 5 واحتفظ به 2، 5 في 5 25 زائد 2 تساوي 27. 5 ناقص 5 0، 7 ناقص 7 0، 2 ناقص 2 0. نقوم بإنزال 0. 0 كان فيه من 55 فيه 0. إذن القطر الصغير تساوي 3.50. وغنتأكد بالآلة الحاسبة، إذن غنتأكد بالآلة الحاسبة كيفاش غادي نديرو. غنديرو القطر الصغير في القطر الكبير. القطر الكبير عندي 5.5، نضربو في القطر الصغير اللي هو 3.50 ونقسم على 2، عطاتني 9.625 اللي هي هادي النيت. إذا داكشي اللي كنا كنحسبو من قبيلة راه صحيح. إذا هنا عندي 3.50 سنتيمتر. إذا هنا نكونو سالينا التمارين ديال الصفحات 59 58. نتمنى أنكم تستوعبوا الطرق كامل اللي كنا شفنا، سواء فيما يخص الضرب والقسمة وتحويل الفاصلة وحساب المساحات. ونشوفوا في الفيديو الجاي إن شاء الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم.